خلونا يعني نشوف كده سريعا ايه اللي بيحصل في المنطقة، وخلونا نبدأ من يعني خلونا نبدأ بطريقة كابتن محمود بكر. لو انت قاعد في المقصورة الرئيسية مصر هتلاقي في ضرب في البحر الأحمر النهاردة الفجر. القيادة الوسطى الأمريكية قالت انه سفينة جينكو بيكاردي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في خليج عدن، انطلقت من مناطق الحوثيين، وبعدها على طول كان في رد ونفذت الولايات المتحدة جولة رابعة من الضربات ضد أهداف الحوثيين. الحوثيين أعادت واشنطن تصنيفهم كمنظمة إرهابية عالمية. الجماعة اليمنية ردت إزاي؟ أول حاجة عملتها إنها هددت بمواصلة هجماتها، وتاني حاجة نفذت التهديدات وهجمت النهاردة سفينة تابعة للبحرية الهندية في خليج عدن. ده فيما يتعلق بالبحر الأحمر. طيب العراق، وما أدراك ما العراق؟ من يومين اتعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لهجوم إيراني استهدف مقرات تجسس إسرائيلية وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لطهران في المنطقة. طبعا ده كلام إيران، والعراق رد وقال هنقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي، واستدعى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلموه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وبعد كده تم استدعاء سفيره في طهران للتشاور على خلفية هذا الهجوم. في الوقت ده كان في جبهة تانية مشتعلة في مع إيران وهي باكستان. الجيش الباكستاني نفذ ليلة أمس ضربات في إيران ردا على ضربات شنتها طهران ضد مواقعه، وقال إن قواتنا في حالة تأهب قصوى للرد على أي مغامرة خاطئة من إيران. وطلع الرئيس الباكستاني قال إنهم هيتخذوا الإجراءات الضرورية لحماية أمنهم القومي. كمان رئيس الوزراء اختصر زيارته لدافوس، وبعدها إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران. الصين دخلت على خط الأزمة قالت أنا جاهزة للوساطة بينكم. فالدنيا هنا هتوصل لفين؟ الله أعلم، وأدينا بنتابع.